خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان. معنا عبر زوم الدكتور محمود حسن، منسق عام مهرجان العسل المصري. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا محمد، يا أهلا بيك. بخير الحمد لله. عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن المهرجان، المميزات اللي موجودة في هذا المهرجان. المهرجان زي ما التقرير قال ده الدورة الرابعة بعد 3 دورات في القاهرة، وتعملنا أداء المهرجان مع حد 2 عرب، تمينا سنة 22 عام العسل المصري لتدشين مهرجانات في كل محافظات مصر لتعريف الشعب المصري بخيرات بلدي ومنتجاتنا اللي تقدر في العالم. احنا تقريبا ما نعرفش عنها حاجه. فاستشهد الدوره الاولى للمهرجان خارج القاهره على ارض كوتا على الكورنيش بجوار المكتبه، اكثر من 50 عارض يعرضوا منتجات من كل محافظات مصر، انواع عسل الجمهور السكندري ما تعرفش عليها قبل كده زي عسل المورينجا، عسل النبع، عسل الكراوي، عسل اليانسون، بالاضافه طبعا للعسل التقليديه المعروفه اللي هي عسل البسيم وعسل الموالح. احنا شايفين اشكال من العسل والوان من العسل. احنا دايما على السوشيال ميديا لما نيجي نتكلم ونقول مش عارفه العسل اللي بيرمل في الشتاء ده يبقى بيور اكتر، لا العسل الصافي ده اللي بيور اكتر. احنا واحنا دلوقتي بنتفرج مع حضرتك على الفيديوز اللي موجوده، احنا شايفين اشكال من العسل والوان كمان من العسل، فاتح وغامق. ده بيخضع بقى لايه؟ القطفة ولا النوع ولا الحاجات المخلوطه عليها، ولا اصلا الكلام اللي بقوله ده كلام مش حقيقي وفي حاجات تانية على اساسها بيتم تقييم جوده العسل؟ اهلا بيك يا استاذه منى. اهلا وسهلا بحضرتك. السؤال ده رائع جدا وما فيهوش اي حاجه، بالعكس ده من اهم الاسئله اللي دايما بتتسال. هو بس في حاجه، هو العسل ما بيتخلطش عليه اي حاجه نهائيا، ده مبدئيا. يعني لما نقول عسل بنقول حبه البركه، ده معناه ان النحل بيرعى على نبات حبه البركه. تمام. مش بيتخلط بحبه بركه. اوكي. يعني مخلوط اي خلط على العسل ده يعتبر نوع من انواع الغش. فالعسل ظهور حبه البركه، اللون بيختلف من زهره لزهره، يعني كل زهره العسل بيرعى عليها بتدينا نوع عسل مختلف بلون مختلف بشكل مختلف طعمه مختلف، حتى القوام بيبقى مختلف. وكل قطفة حتى من نفس الزهره بتعتمد برضو على حاله الجو والرطوبه فبتبقى مختلفه. يعني حرفيا كل قطفه حتى المثاليه في نفس المكان بتبقى مختلفه عن القطفه اللي قبلها. ده بالنسبه لموضوع الالوان والاشكال. السؤال الثاني مهم جدا، العسل اللي بيرمل، وده مشكله عند ناس كتير. الناس بتفتكر ان العسل ده مخلوط عليه سكر او ان العسل ده مسكوك، بالعكس في علامه جوده العسل. العسل اللي بيرمل ده معناه ان ده عسل طبيعي، 90% من الاعسال بترمل. مش معنى انه ما رملش انه مش طبيعي. طبيعي جدا، بس الفكره ان العسل اللي بيرمل ده برضه طبيعي جدا 100% ومعسل مضمون. وبالعكس في اوروبا وفي الدول البارده شكل العسل الطبيعي انه بيكون مرمل، لان الجو اساسا بارد جدا، فالعسل ما بيستحملش يقعد سايل فتره طويله. فده الطبيعي في العسل. ده الطبيعي، لو ما رملش يبقى مغشوش؟ لا، لو ما رملش طبيعي برضه. يعني ده عادي وده عادي، بس كويس وضحت نقط مهمه جدا. يعني العسل ما بترملش بطبعها. حسب برضه الجو، لما يكون الجو جاف جدا حوالين المنحل العسل ده مش بيرمل. طيب. لما يكون في رطوبه في المنطقه بيبقى سهل ان العسل يرمل. لما بيكون العسل بيرعى على زهره واحده غالبا مش بيرمل، لما بيكون انواع ازهار متعدده اكتر من زهره. ففي عوامل كثيره بتخضع العسل لموضوع الترميل او عدمه، بس الفكره ان العسل لما يرمل ده يا جماعه مش عسل مكسوس، ده عسل طبيعي 100% ومضمون 100%. دي نقطه مهمه جدا. طيب نرجع تاني للمهرجان، وازاي بيتم اختيار العارضين في هذا المهرجان؟ العارضين في المهرجان بيتم اختيارهم من جميع محافظات مصر عشان يمثلوا كل المنتجين. مصر فيها ثروه نحليه كبيره جدا، مصر اكبر دوله في العالم بتصدر طرود النحل، دي معلومه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش. احنا مصر قادره على انتاج النحل والعسل طول السنه عشان طبيعه المناخ المصري في الشمال للجنوب، مناطق جغرافيه مناسبه جدا في الطقس والطبيعه بتاعتها لتربيه النحل طول السنه. فبتلاقي عندنا انتاج للنحل والعسل طول السنه بيخلينا قادرين على تصدير العسل وتصدير النحل. احنا رقم واحد في تصدير النحل، وفي طريقنا ان شاء الله ان احنا نبقى رقم واحد على افريقيا والوطن العربي في تصدير العسل المصري لكل انحاء العالم. اكيد دكتور محمود حسن، منسق عام مهرجان
العسل المصري. شكرا جزيلا ليك، مستنين فرع تاني للمهرجان في القاهرة، وفرع تاني في الصعيد، وفرع تاني في المحافظات الحدودية، ونغرق البلد كلها عسل من كل الأماكن. شكرا ليك الدكتور محمود حسن، منسق عام مهرجان العسل المصري.